عندكم وسائل مساعده لو ما عرفتوش تجاوبوا على الاسئله دي. الاسئله دي الاطفال بس هم اللي بيجاوبوا عليها. انت معاك الكره ليه؟ ايه الانجاز في كده؟ هات الكره دي كده اهو، نحطها هناك و يلا هنا بقى نركز. عكس كلمه كريم نشيط، صح ولا غلط؟ غلط. امال ايه؟ كريم، انا كريمه، عكسها ايه؟ بخيل. بخيل، برافو، ماشي. هنا بقى مفرد كلمه علماء، عالم، صح ولا غلط؟ صح. برافو، صح طبعا. هنا الفراشات من الطيور، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. منين؟ فراشه دي ايه؟ حشره. حشره، برافو جدا، ماشي. طائر الطاووس قليل الريش ولا يتمتع بالجمال، صح ولا غلط؟ غلط. غلط طبعا، ده احلى حاجه. اوكي، برافو. طيب السؤال هنا في وسيله مساعده. تاجر اشترى 25 كيلو، 25 كيلو من الموز و15 من البرتقال، 15 من البرتقال. اجمالي اللي اشتراه ال 25 بلس 15 او ال 25 زائد 15 ايكوالز 40، 40، صح ولا غلط؟ يس. يس، برافو، شاطر. طيب في هنا بقى سؤال تاني. امير معاه 20 بالونه، 20 بالونز، اوكي؟ بعدها اخوه اداله 13 بالونه، 13 بالون، اوكي؟ كده امير معاه 35 بالون او 35 بالونه؟ 35 بالونه. صح يعني؟ لا، 20 و13. 20 20 بلس 13 او 20 زائد 13 ايكوالز 35؟ غلط. 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 امال كام؟ تعالي نعدهم. ها؟ 21. ها؟ بسرعة بسرعة نعد. طيب، ها؟ ها؟ 20، احنا معانا 20 عليهم 13. 1 2 32 33 يبقى كام؟ 33. يعني كام بالعربي؟ 2 لا 33. 33. طيب شاطرين جدا جدا وطعمين جدا جدا جدا.